السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الإعجاب الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. نعلن عن ضربة جزاء للشبيبة، الضربة المباراة لها الحمري ونجح في تحويلها إلى هدف الصفر. يتقدم الحمري، أيمن الحمري من أجل وضع الفريق في المقدمة في الشباك. أيمن الحمري يضع الصورة في المقدمة ويفك الشفرة ويفتتح مجال التسجيل بعد مرور 5 دقائق لعب. الشبيبة الصورية تؤكد الأخيرة للحمري وبن شريف الحمري ويقلص النتيجة
الثالثة والخمسون. مخالفة الحمري من على خط العملية. هو الحارس زيماموش ببرعة يتصدى للكرة. شبيبة الثورة وصلت الحمري يحاول المرور أمام تكتل الدفاع للمولودية. النقلة قصيرة وديكورة يسترجحها الحمد. تبقى الكرة ليسار شبيبة الحمري محاولة المراوغة لا يلعبها مع حميدي وحميدي التسديدة ممتازة ممتازة التسديدة لكن المدافع يضل في اتجاه الكرة تروح إلى الركن. الثامنة والستون تمريرة من الحمري ومقاسية من حميدي. الكرة تلمس يد أحد المدافعين ولاعبي الثورة يطالبون بركلة الجزاء. C'est bien joué et il récupère le ballon, le centre et la tête. هنا كرة طويلة نحو الأيمن الحمري ممتاز الحمري ممتاز انطلق الحمري انطلق الحمري هنا لصالح شبيبة الثورة. فرصة هدف رابع ممكن فرصة هدف رابع ممكن الرابع 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 الحمري.
الذي حاول مخادعة الحارس ماموش بتسديد من بعيد.
لحبيب الحمري مرة أخرى يكسر في الوسط. هذا الحمري لعب وجد على الشبيبة التركيز من أجل المرور بشكل ممتاز. وهنا الانطلاقة بواسطة الحمري أيمن، مشروع الهدف الأول وصلت إلى مروان. حميدي بالعيد بالبالون pour l'Ahmari. Sa compagne doit avoir cherche un coéquipier. يبحث عن بوشيبالا يلعبها طويلة على جهة اليمين مع الحمري في وسط الميدان، يجد خليفي دائما الكرة لصالح الجي اس اس. من هناك حميدي فورا زوز الماض الحمري سيربس الحمري عدى الحمري احنا ودان في الحمري زمرة داوية زو الحمري داي يفلك فورا فوسي من الله. يجب اللعب دائما بهدوء عبر التمريرات القصيرة والدخول إلى منطقة الجزاء. الحمري ممتاز من هناك تحاول المراوغة. الحمري دائما عنده الكرة يلعبها مع سعادي. الحمري يرجع للخلف يجد الخليفي عبد الرزاق سعد يصيب في صغار الحمري. الحمري صغار لطش فورا فوسي في الجبين الصغار والماس من الفلس. عطار قوي في الوسط للفت الحميري. الحميري يحاول وصلت لمن هنالك لخليف يحاول المرور خليف
الحميري مرة أخرى سجل ثلاثة لحد الآن في الدوري. عمران الحميري يتقدم بهذه الكرة من أمام. الحمري مرة أخرى Ready?
Il y a faute de Cameroun. Il a poussé son adversaire. C'est comme tout à l'heure, le ballon n'est plus en jeu.